بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، موضوعنا اليوم عن السلوك العدواني لدى الحيوانات. إن السلوك العدواني لا يمكن أن يرتبط بالعلاقات البشرية فقط، بل إنه سلوك طبيعي متأصل لدى الحيوانات، حيث أن العرائق بين الحيوانات المختلفة يقام للعديد من الأسباب. كما أن الأمر لا يتعلق بالحيوانات المفترسة فقط، حيث أنه يشمل جميع الحيوانات التي تحاول الدفاع عن نفسها في بعض الأحيان، ومنها ما يحاول الحصول على فريسته، ومنها ما يسعى إلى فرض سيطرته. وهكذا فإن عالم الحيوانات يزخر بالعديد من السلوكيات المختلفة. كان هذا موضوعا عن السلوك العدواني لدى الحيوانات. إشراف الأستاذ مالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.